كنت عم بحكي قبل شوي مشاهدينا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى تعبروا عن مشاعركم الحميمة والمليئة بالمحبة لكل اللي بيعزوا على قلوبكم، وهلأ رح نشوف كيف هالوسائل عم تستخدم حتى يعملوا العكس. وعم بحكي تحديداً عن السياسيين اللي حولوا تويتر لمنصة للتسجيل المواقف وللرد على بعض، وبالفعل هيك عم بيصير ظاهر إنه هالخلافات السياسية منا مقتصرة بس على تصريحات بالوسائل الإعلامية، عم بيتوجهوا السياسيين لموقع تويتر حتى يسجلوا مواقف وكمان حتى يردوا على بعض. وبعد التغريدات النارية المتبادلة بين وزير التربية الياس بوصعب ووزير المال علي حسن خليل حول ملف التقاعد للأساتذة الرسميين، كمان تمت خلافات أخرى. اختار الرئيس سعد الحريري الرد على وزير المال اللواء أشرف ريفي كمان عبر موقع تويتر، وريفي مثل ما عرفنا كان انسحب من جلسة مجلس الوزراء احتجاجا على عدم إحالة ملف الوزير السابق ميشيل سماحة إلى المجلس العدلي، وقال بتصريح أنه لن أشارك بأي جلسة للحكومة قبل أن يدرج موضوع إحالة جريمة سماحة على المجلس العدلي. العدالة أهم من كل شيء، ونحن ما رح نكون شهود زور لتغطية مجرم كبير مثل سماحة، ولا تحلموا أنه رح نستسلم. وهذا كان موقف ريفي. وعلى كلام ريفي رد عليه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد دقائق بتغريدة، وقال موقف ريفي ما بيمثلني وما حدا يزيد علينا باغتيال وسام الحسن ومحاكمة سماحة، فكل من ارتكب جريمة رح ينال عقابه. ومن جهة أخرى مشاهدينا حتى نكمل هيك تغطية الملفات عنا بالساحة اللبنانية، بملف النفايات أشار وزير الإعلام رمزي جريج أنه بعد جلسة مجلس الوزراء تمت الموافقة على إعطاء سلفي لمجلس الإنماء والإعمار قيمتها 50 مليون دولار من أجل تمويل لترحيل النفايات ولإطلاق الخطة المستدامة لمعالجة أزمة النفايات بلبنان. وقرر كمان من المجلس بسحب حسب جريج موافقة على عطاء هيئة أجير وسلفي كمان قيمتها 138 مليار ليرة لبنانية، فيكم تحولوها للدولار. وهون أكيد بالإضافة لتسديد بدلات الأتعاب للأساتذة المتقاعدين. فحسب ما فهمت من هالخبر أنه عم بتم دين، عمليات دين وقروض. من وين؟ ما بعرف، هذا اللي ما بيصرح. ليه ما بيقولوا لنا تنعرف؟ لا يعملوا موازنة قبل للبلد، ساعتها بنعرف كل أموالنا والضرائب اللي عم ندفعها بشكل منتظم وين عم بتروح، ولكن لحد هلأ كله دين بدين. الله يساعدنا لوين واصلين. لقاء تاريخي رح يتم اليوم بين أكبر طائفتين مسيحيتين. غادر بطريرك موسكو وسائر روسيا للأرثوذكس كيريل الخميس الماضي العاصمة الروسية للتوجه إلى كوبا للاجتماع مع البابا فرانسيس بلقاء تاريخي بين رئيسي أكبر طائفتين مسيحيتين، واللقاء يلي رح يجري اليوم الجمعة بهافانا رح يكون الأول بين بطريرك من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وحبر أعظم منذ الانشقاق الكبير بين مسيحيي الشرق والغرب سنة 1054. ورح يستفيد المسؤولين يلي كانوا بحاجة إلى بلد محايد من زيارة البطريرك كيريل لأمريكا اللاتينية وزيارة البابا للمكسيك لعقد لقاء لساعات بمطار هافانا، حيث رح يستقبلهم الرئيس راول كاسترو. وبيبتدئ اللقاء باجتماع من ساعتين يختتم بتوقيع إعلان مشترك وفقا لبيان مشترك صادر عن الكنيستين. خبر حلو كتير، يعني صار لهم كتير زمان ما التقوا الاثنين، بقى نتمنى التوفيق وان شاء الله يكون هالروح التسامح واللقاء والمحبه هيك يجيب لنا خير وبركه تعمنا بكل البلدين. على كل هيدي من ضمن خطه البابا فرانسيس للتغييرات اللي هو عم يقوم فيها باسلوب الفاتيكان مع كل دول العالم. ننتقل لخبر سمعناه يمكن من حوالي اسبوع وقد ايه فرحنا فيه وقد ايه زعلنا على حالنا هون بلبنان
لبنان وعم نحكي عن دولة الإمارات والقرار الجديد اللي أخذته. سمعنا أنه قرروا يدخلوا وزارة جديدة بالحكومة الإماراتية وهي وزارة السعادة، واليوم بنسمع أنه أضافوا كمان وزارتين. خلينا نتعرف عليهم. أجرت السلطات الإماراتية تعديل لحكومة عينت بموجبه ثلاث وزيرات بحقائب مخصصة للسعادة والتسامح وللشباب، يعني فكروا بكل شيء نحن بحاجة له اليوم. وقال نائب رئيس الإماراتي أنه مدى نجاح الحكومة هو بإدخال التغييرات الحقيقية اللي بتساهم بسعادة وببناء الإنسان، وبهذا للأسف شبه مفقود عنا بلبنان. نعم. وانضم 8 وزراء للحكومة، بحاول أكون متفائلة شوي، وانضم 8 وزراء للحكومة بينهم 5 نساء، وبهالحكومة اللي بتضم 29 وزير ستيفاني من بينهم 8 نساء أصبح معدل الأعمار 38 سنة، يعني حكومة شباب، وهيدي أكيد من أسرار نجاح الحكومة الإماراتية وسعادة الإماراتيين. ومثل العادة كان للبنانيين تعليقات وتغريدات وملاحظات كثيرة، أكيد مش إيجابية، لا إيجابية على الإمارات، ولكن لأن حسرة بقلبنا أكيد. وهون غصت بالنكت بالمقارنة بين اللي عم بيصير بدبي بين لبنان ودبي، وبين عنا أكيد دبي اللي عم تسعى له من تقديم تقدم وازدهار والتفات إلى الشعب، واللي عم نغرق فيه بلبنان من نفايات وديون وضرائب اللي بندفعها بشكل مستمر، مثل ما قلنا من شوي مش عارفين وين عم بتروح. هون عم نشوف صور لعدد من الوزيرات الجدد بدولة الإمارات، ومن التعليقات اللبنانية اللي سمعناها حول هالموضوع: بلبنان بدل وزير السعادة في عنا 30 وزير للتعاسة، هالشعب اللي ممنوع يكون عنده رئيس ونوابه مصيفين كل السنة وحكومته مرحبا حكومة. أما على غرار وزارة السعادة في الإمارات، ليش ما بيخلق وزارة التعاسة أو وزارة اليأس بلبنان؟ لأنه هالكلمتين بيليقوا فينا كتير. عندنا في سعادة الوزير وعندهم في وزير السعادة، وزير للتسامح في الإمارات، وعندنا ممنوع التقبل على الموضوع اللي أنت طرحتيه قبل شوي. قد في تناقض بنمط الحياة، قد في تناقض بتعاطي الحكومات مع شعبها، دولتين هالقد قراب من بعض. ما بعرف بخلال 40 أو 50 سنة قد ايه قدرت دولة الإمارات تتقدم. يا ريت فينا بس ننظر لتاريخهم القصير وقد ايه قدروا يتقدموا ويزدهروا بهالسنوات القليلة، بينما نحن بعدنا عم نركض وكأنه مربطين وما عم نقدر نوصل لمحل. يعني نو كومنت. وعيد الحب، وعيد الحب والعشاق. رح نشوف بيك اوف ذا داي. بيك اوف ذا داي من زحلان يوم، صورة بتاخد العقل. والطقس عم بيكون قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة 20 درجة اليوم. رح ناخد سوا ما في بريك، رح ننتقل دغري لعند إلي والتكنولوجي.